منك لله يا أخي، منك انت لله. عايزة تقولي حاجة تانية يا صفية؟ أنا ما اتصدمتش ولا عقلي شد كيف ما بتقول لما أمي ماتت، ولا لما أختي اتقتلت، ولا لما أخوي دخل السجن، ولا حتى لما اتطلقت. أنا صدمتي صح لما عرفت حقيقة اللي كان أخوي وأبوي وأقرب واحد ليا. وإيه حقيقة يا صفية؟ أنت عارف، واعترفت لي بلسان سعادة الباشا. من فضلك لو في لازمة ليا أو أي اتهام رسمي هتوجهولي اتفضل وجهولي، لو ماليش لازمة أنا عندي مدرسة الصبح بدري. جنوبك سواب سيبني روح. سرايا هي اللي بلغت عني، ما كانش في مخي ابدا انها تطلع صفيه. معلش اعذريها، مقهوره عشان اختها. يا عيسى دي عايزه تحبسك، دي لو عدوتك مش هتعمل كده، مش اختك. ما تزعجيش وطي حسك، انا بعدين هشرح لك ايه اللي خلاني. لا بعدين ولا قبلين، انا مش هستنى لحد ما الاقي نفسي اتعدمت بسبب صفيه. بطريقتك دي هنتعدم من غير صفيه كمان. انا ما صدقت قلبي اطمن بعد مشوار الجسم ده، دماغي كانت بتودي زي بندول الساعه، رايح جاي رايح جاي. الامانه لله الواد عبد القادر ده طلع اذكى مما اتخيل. بقول لك يا عيسى، انا بكره سافر مصر. خلاص ماشي، سافري مصر وبجده تبقي بتضيعي نفسك وبتضيعيني معاكي. انت عارفه يعني ايه انك تسافري مصر وتسيبي البيت؟ يا عيسى انا مش قادره استحمل، انا مش عارفه احط عيني في عين سوريا ولا اخوها ده كمان اللي طلع لي في المقطع. بقول لك ايه، يعملوا فيكي مهما يعملوا مش هتسيبي البيت وتمشي، ان شاء الله يرشوكي بميه نار. لو سبت البيت هيتشك فيكي وهيقولوا هربت، والكلام يوصل لعبد القادر، وانا وانت رحنا في لسان عبد القادر. ولما قلت لك ان عبد القادر اذكى مما اتخيل، على قد ما الموضوع ده بسطني على قد ما رعبني يا فرح. فهماني فرح؟ اوعي تبوظ الدنيا. خلاص يا عيسى ما تخافش. ماشي، توكل على الله دلوقتي وانا وراكي. يلا